شوفي يا سهام، ست الكل لما تقول لك تعالي تجي على طول وبدون اي تردد. صعب اقول لك هذه الجمله علشان صحتك. ايوه يا سهام. سهام، انا اعتذر لك بسبب سوء التفاهم الذي حصل. انا عارفه انه هو اكثر من سوء تفاهم، وانا اعتذر لك يا سهام، بس انا احتاجك ضروري، يا ريت تجي عندي الان عشان استشيرك في حاجه ضروريه جدا. شكرا شكرا يا سهام، انا بانتظارك، مع السلامه. كنت تستشيريني انا، راني قدامك طول بعرض ولا منفعش؟ والله انني كنت باشورك احسن استشاره بالعالم. انت خليكي في المطبخ، هذا هو حدود مخك. الان امسكي روحي كلمي امين ورزق يجوا لعندي. ما بروحش. ليش؟ لانه انا حدود مخي المطبخ. روحي صيحي لهم انت. جوهره جوهره، ايش هذا التمرد المفاجئ؟ لا، انا لازم ارجع الاحكام العرفيه دخل البيت هذا.